عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد على شجرة الآراك ليأخذ له عودا من الآراك، وكانت ساقيه دقيقتين. فالصحابة رضي الله عنه ليولى ضيفه، فكان الصحابة رضي الله عنه شافوا وضحكوا على يعني من دقة ساقيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها عند الله أثقل من أحد. كأنه أعطاهم بعدا آخر في التقييم، سواء في تقييم لنفسه أو في تقييم الناس الآخرين له. العظمة الحقيقية هي إيجاد نقاط القوة في من تحب وتربي، هذه هي عظمة المربي. بعد أن يوجد نقاط القوة ويعرفها، يبدأ في توزيع مياشين المجد وصنوف الإطراء على الآخرين، فيقول: هذا أقضاكم عليه الصلاة والسلام، وهذا علمكم بالحلال والحرام، وخالد سيف من سيوف الله. هنا العظمة الحقيقية، وليس أن تقول حق ولدك أنت راسب، تقول أنت رسبت في هذه الفترة وأنت مميز في قضايا أخرى.